إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنشرع بحول الله وقوته في هذا الدرس في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر، وهذا في أصول الفقه للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي الفتح محمد ابن لأبي عبد الله محمد ابن أبي الفتح البعلي الحنبلي، المولود في بعلبك سنة 45 و600 للهجرة، ثم انتقل منها إلى دمشق وغيرها، واستقر في القاهرة، وتوفي في القاهرة سنة 79 للهجرة. هذا الموضوع سنقف وقفتين، الوقفة الأولى مع المؤلف ثم سنقف مع الكتاب. أما المؤلف فهو شمس الدين محمد ابن أبي الفتح البعلي الحنبلي، وهو من علماء الحنابلة الكبار. البعلي من شيوخه، درس على أئمة كبار، منهم الإمام النووي، ومنهم شمس الدين ابن أبي عمر الحنبلي صاحب الشرح الكبير، ومنهم محمد بن مالك صاحب الألفية، لازمه وبرع عليه، ولذلك نجد أثر علم اللغة في مؤلفات البعلي وفي كتبه ومصنفاته. البعلي له تلاميذ كثر، أئمة كبار، منهم سليمان الطوفي صاحب مختصر الروضة، فالبعلي هو يبدو هو السابق، كتب تلخيص روضة الناظر، ثم جاء الطوفي تلميذه فألف كتاب مختصر الروضة والمشهور بالبلبل، مختصر روضة الناظر المشهور بالبلبل، ثم شرح هذا المختصر اللي هو الطوفي نفسه. من تلاميذ هذا الإمام الإمام الذهبي المحدث، ومنهم ابن قيم الجوزية، كل هؤلاء من طلابه، من طلاب هذا الإمام. الإمام البعلي له مصنفات كثيرة وفي فنون مختلفة، فألف في النحو كتب كثيرة، منها شرح ألفية ابن مالك، شرح ألفية ابن مالك، وألف في الحديث أيضا كتبا، منها مختصرات في الرجال، مختصر المجروحين، مختصر أسماء الضعفاء للجوزي، وفي الفقه له تأليف أيضا، فقد شرح الرعاية لابن حمدان، وكتاب الرعاية لابن حمدان يعتبر كتاب له قيمة كبيرة عند الحنابل، وله مختصر المقنع، وله كتاب مطبوع متداول مشهور لا يستغني عنه الحنابلة، وهو المطلع على أبواب المقنع، هذا شرح فيه الألفاظ الغريبة في المقنع، وذكر اللغات التي في المقنع. والكتاب الثاني هو كتاب الأصول، هذا الذي نحن ندرسه الآن، وهو تلخيص روضة الناظر، المطبوع له هذان الكتابان في حدود علمه. هذا ما يتعلق بالمؤلف. أما ما يتعلق بالكتاب فالكتاب هو مختصر لروضة الناظر، وروضة الناظر للإمام الموفق بن قدامة عليه رحمة الله استفاد كثيرا من كتابه المستصفى للغزالي، المستصفى للغزالي، الغزالي شافعي، وألف كتاب المستصفى في أصول الفقه، ثم جاء ابن قدامة فألف كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، إلا أنه يعني حنبل الكتاب. الإمام الغزالي كان يذكر آراء الشافعية، علماء الشافعية في الأصول،
وابن قدامة كان يذكر الروايات عن أحمد، وآراء أئمة المذهب مثل القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب ونحوه. هذا الكتاب، كتاب ابن قدامة، انتشر وسرى عند الحنابلة، وسرى من عمدة أو من عمد الحنابلة. اختصره الإمام البعدي في هذا الكتاب وسماه تلخيص روضة الناظر. والتلخيص الذي بين يدينا في الحقيقة هو اعتنى بعبارة الروضة، يعني كان يأتي بعبارة الروضة ويحذف منها، يحذف مثلا النقاشات التي كان يريدها في الروضة، يحذف كثير من النقاشات، لا يبقي إلا شيئا يسيرا، الأدلة يحذف كثيرا منها، لكنه لا يلتزم لفظ الروضة بعبارتها، لا، يعني يمكن يقدم يؤخر، بس في الغالب هو يسير بسير روضة الناظر، بخلاف مختصر الطوفي. مختصر الطوفي هو سماه مختصر روضة الناظر، لكن في الحقيقة الصياغة مختلفة، يعني أعاد الصياغة أو أعاد صياغة جديدة. صحيح أنه سار بسير روضة الناظر ومسائلها والأقوال وكذا، لكن بصياغته هو. هذا هو الأمر الثاني اللي هو الوقفة مع الكتاب. نريد أن ننبه إلى أمر وهو في المقدمة. الإمام الغزالي ذكر في مقدمة المستصفى مقدمة منطقية، لم يذكر كل ما يتعلق بالمنطق، وإنما ذكر أبوابا مهمة قد يحتاجها طالب أصول الفقه فذكرها. وجاء ابن قدامة بعده في روضة الناظر فاختصر هذه المقدمة وعمل مقدمة أصولية، مقدمة منطقية في أول كتاب روضة الناظر، معتمدا فيها على مقدمة الغزالي، إلا أنه أيضا اختصر من مقدمة الغزالي، حذف بعض النقاشات وحذف بعض المسائل وبعض الأمثلة وكذا. فمقدمة ابن قدامة في الروضة، المقدمة المنطقية، تكاد تكون اختصار مع تغيير العبارة لمقدمة الغزالي المنطقية. وطبعا الغزالي هو أول من أدخل المنطق في أصول الفقه، يعني عادة علماء الأصول إذا كتبوا في الأصول لا يذكرون مقدمة منطقية، الغزالي هو الذي أضافها. والغزالي معتني جدا بالمنطق، وله كتب في ذلك كثيرة، له عدة كتب. طيب، الإمام البعلي عندنا هنا بخصوص المقدمة المنطقية أيضا ذكر مقدمة منطقية مختصرة من روضة الناظر وليست من مستصفى الغزالي، من روضة الناظر، حتى أن العبارات كثير منها استفادها من روضة الناظر. فالحقيقة قوله تلخيص روضة الناظر هو تلخيص، في الأغلب كان يسير على ألفاظ الروضة، وأحيانا يضيف، وما أضافه يقول فيه قلت، يقول قلت ثم يضيف ما شاء، وهذه الإضافات قليلة ليست كثيرة في الكتاب. هذا أمر، فهو معتني بعبارات الروضة في الغالب في الجملة، قد يخرج عنها أحيانا، قد يؤخر ويقدم قليلا، وقد يضيف. إذن هو أضاف المقدمة المنطقية إلا أنها مختصرة جدا. والحقيقة أنه ما ذكره من المقدمة المنطقية لا يعد دارسه، يعني أنه دارس لعلم المنطق، لا، لأن هذه مقدمة منطقية ذكر المسائل التي يراها مهمة لطالب الأصول. طيب، أنا أحيلكم هنا إلى درسين. درس شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للقطيعي، في أوله تكلمت عن علم الأصول وبينت تعريفه ومراحل التصنيف فيه والمؤلفات وإلى آخره، فلن أعيده هنا، فمن شاءه فليذهب إلى هناك وليسمعه.
من هناك. هذا أمر. الأمر الثاني الكلام على علم المنطق ويعني ما يتعلق ببيانه ونشأته والمصنفات فيه والإشكالات التي عليه وكذا، أيضا سبق أن تكلمت عنها في شرح كتاب آخر وهو كتاب روضة الناظر. في شرحي لروضة الناظر وقفت وقفة مع مسائل ما يتعلق بعلم المنطق، فأيضا أحيل من أراده أن يذهب إلى هناك، ولذلك أنا هنا لن أطيل في هذا الموضوع. نشرع بحول الله وقوته في الكتاب. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي أحسن الله إليه: الحمد لله على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منقذة قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل ولد مضر ابن نزار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتابعيهم بإحسان صلاة دائمة إلى أن تحله دار القرار. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإني لما قرأت كتاب الروضة في أصول الفقه تأليف العالم الرباني موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه، ورأيت حسن مباحثه وتحقيقه لنقل المذهب عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأصحابه، أحببت تكراره ومنعني كثرة حجمه. الآن هو يذكر سبب تأليف هذا الكتاب، فقال: أنا رأيت الكتاب ورأيت حسن مباحثه فأحببت تكراره. طيب، ما هو الدافع لتأليف هذا الكتاب؟ تفضل. قال: ومنعني كثرة حجمه كبر حجمه. صلحوا النسخة اللي عندكم، كبر حجمه هكذا في المخطوطة. طيب، وصغر الهمة. طيب، إذن سبب التأليف هو هذا، أنه أعجب بالكتاب وحسن مباحثه وكونه يعتني بنقل مذهب الإمام أحمد في الأصول، فأحب أن يكرر هذا الكتاب، فمنعه من هذا التكرار كبر حجمه. وطبعا قال: وصغر الهمة، يعني يتهم نفسه بصغر الهمة، وهذا من تواضعه عليه رحمة الله. والسبب واضح لمن اطلع على روضة الناظر. في روضة الناظر يذكر المسألة، وقد يذكر ويذكر الأقوال، يذكر قول أحمد، وإذا كان أكثر من رواية يذكرها، ثم بعد ذلك يأتي بالأدلة، أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني والرد على القول الأول والرد على القول الثاني، فأطال الكتاب. لكن من أراد أن يعرف المسائل الأصولية فقط، قد تكون هذه النقاشات بالنسبة له ليست مهمة. هي مهمة طبعا، لكن في هذه المرحلة يريد أن يكون معرفة بمسائل الأصول ومن غير الخوض في مباحث المناقشات التي تحصل في الخلاف بين الأقوال. هو يقول: أحببت تكراره ومنعني كبر حجمه. طيب، قال فاستخرت الله تعالى في تلخيصه والاقتصار منه على ما يحصل مقاصده. محصل مقاصده اللي هي مسائل الأصولية. خلاص، أنا بكتفي بمسائل الأصول. طيب، فقال: فلخصته في هذا المختصر رجاء الانتفاع به. نعم. وكون ذلك سببا لإحيائه وكثرة الاشتغال به، اللي هو التلخيص. لما يلخص الكتاب سيشتغل الناس به ويحيى الكتاب، بخلاف الروضة. الروضة لا شك أنها أهم من هذا الكتاب، ما عندنا شك، وهي أصل هذا الكتاب. لكن يمكن يكون الإنسان المبتدئ حاجة إلى ضبط مسائل الروضة ثم الدخول في نقاشات الروضة. نعم. قال: والله تعالى يجعل ذلك خالصا لوجهه مقربا إلى رضاه، فإنه جواد كريم. آمين يا رب.
طيب، بدأ المصنف ببيان معنى أصول الفقه، تفضل. اعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه. طيب صحيح، لا يمكن معرفة أصول الفقه وأنت لا تعرف الفقه، فما هو الفقه؟ فالفقه وضعا الفهم، وضعا يعني في وضع اللغة، يعني في اللغة العربية. الفقه وضعا أو لو قال لغة خلاص نفس المعنى، في وضع اللغة الفهم. وعرفا، وعرفا العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل. لا لا خلاص، ضع هذا بين معكوفتين اللي هو التعريف، العلم بأحكام الأفعال الشرعية، خلاص هذا هو التعريف، العلم بأحكام الأفعال الشرعية، والمقصود العلم بأحكام أفعال المكلفين. طيب، أو العلم بالأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، ما هو الحكم الشرعي لفعل المكلف؟ وهذه الأحكام سيأتي أول، هي دائما تذكر في أول الأصول، الأحكام التكليفية ثم الأحكام الوضعية. قال مثل لهذه كالحل والحرمة والصحة والفساد. نعم، والعلم بالأحكام الشرعية لأفعال المكلفين المراد من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام من الأدلة التفصيلية. طيب، زاد الأمر وضوحا فقال، قال فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا إيش متكلم؟ المتكلم يقصدون به، يطلقونه على علماء العقيدة، ويسمون علم العقيدة علم الكلام، فعلى هذا الاصطلاح قال على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي. معناه أنه الفقيه شيء ثاني غير هذه العلوم، الفقيه هو المهتم بالأحكام الشرعية لأفعال المكلفين من الأدلة التفصيلية. طيب نعم، وإن كان كلمة الفقيه في اللغة الفقه الفهم، طيب من فهم مسائل العقيدة بناء على هذا فقيه في العقيدة، ومن عرف الحديث فقيه في الحديث، في التفسير فقيه في التفسير، لكن ليس هذا المراد في الاصطلاح، في الاصطلاح الفقيه هو من عرف هذا. طيب، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى بيان أصول الفقه، ماذا قال؟ قال وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. إذن أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية، قال الدالة عليه يعني على الفقه، من حيث الجملة يعني الأدلة الإجمالية. إذن يمكن اختصار هذا أدلة الفقه الإجمالية. طيب، ما فائدة معرفة أدلة الفقه الإجمالية؟ المقصود منه ماذا؟ المقصود من هذه المعرفة كيفية الاستفادة منها. إذن معرفة الأصول يعني الأدلة الإجمالية لنعرف كيف نستفيد منها، ومن الذي يستطيع الاستفادة منها. طيب، زاد الأمر وضوحا فقال ولا يتعرض فيها لآحاد المسائل إلا على طريق مقترن المثال. طيب، يقول لا يتعرض فيها لآحاد المسائل، إذن التعرض لآحاد المسائل هذا يكون في الفقه وليس في أصول الفقه. ثم استثنى فقال إلا على طريق مقترن المثال، يعني إلا على سبيل الاقتران، اقتران المسائل الآحادية للمثال، يعني كأنه قال إلا على طريق ضرب المثال، إلا على سبيل ضرب المثال، وهي في المخطوطة هكذا مقترن المثال. قال كقولنا، إيوه، الأمر يقتضي الوجوب، خلاص هذه قاعدة عامة ليست لا تتكلم عن أحد مسائل، الأمر يقتضي الوجوب ونحو ذلك. طبعا الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا جاءت قرينة وصرفته عن الوجوب إلى الاستحباب فهو يفيد الاستحباب، أو صرفته إلى الإباحة فهو يفيد الإباحة، أو صرفته إلى غير ذلك فهو يفيد غير ذلك. هذه القاعدة سنضع تحت كل قاعدة من هذه القواعد عشرات الأمثلة أو مئات الأمثلة،
إذن الأمر يقتضي الوجوب غير أقيم الصلاة. أقيم الصلاة هو أمر بموجب هذه القاعدة سنقول الصلاة واجبة لأن الأمر جاء فيها وهو يقتضي الوجوب، وهكذا آتوا الزكاة سنقول إخراج الزكاة واجب، وهكذا. طيب، إذن لا في أصول الفقه لا يتعرض لأحد المسائل إلا على سبيل ضرب المثال، أن يؤتى بمثال يضرب لتعريف القاعدة وبيانها وإيضاحها. طيب، زاد الأمر وضوحا فقال ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية. الأدلة السمعية يعني النقلية كالكتاب والسنة، يعني ما ينقل إليه. طيب، ما المقصود من هذا العلم؟ والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة. نعم، المقصود اقتباس الأحكام من الأدلة يعني التفصيلية، سنقتبس الأحكام من أدلة من الأدلة الشرعية زي الكتاب والسنة والإجماع وغيرها بموجب أصول الفقه. ولذلك هذا العلم يحتاجه المجتهد، لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا وهو ملم ومتضلع بهذا العلم. كذلك سيحتاج إليه من أراد الترجيح بين المسائل، فلا يستطيع أن يرجح إلا إذا كان ملما بهذا العلم. نقف هنا للفاصل ثم نعود، وصلى الله وسلم وبارك عليه. هل ضعفت يوما فوقعت في ذنب؟ هل غلبتك نفسك ففعلت معصية؟ لا تيأس ولا تكتئب وتب إلى ربك الغفور، فهو الغفور الذي يستر ذنوب عباده ويسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته فلا يفضحهم، وهو الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب ويزيد عفوه على مؤاخذته، وهو الذي لم يزل بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. فمن علم أن الله هو الغفور طمع في مغفرته ولم ييأس من رحمته مهما كثرت ذنوبه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا يغتر العاصي بمغفرة الله فيتمادى في الذنوب، فإن هذا غرور لا رجاء. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي، وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ومن علم أن الله هو الغفور أكثر من التوبة والاستغفار. قال ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. ومن أراد أن يغفر الله له فليأخذ بأسباب المغفرة كعمل الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومنها كثرة ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومنها أن يغفر للناس، فإن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ومنها المحافظة على الصلوات
فرائضها ونوافلها. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند بداية المقدمة المنطقية. قال المصنف: قال المصنف رحمه الله: المقدمة ومدارك العقول النظرية. طبعا المقدمة هذه الكلمة في بعض النسخ أضافها المحقق، ولا هي ليست من المخطوطة، وموجودة في الروضة. الروضة ذكر المقدمة، يعني ذكر عنوان مقدمة. والمقصود بالمقدمة هنا المقدمة المنطقية، ولا سبقت المقدمة الكتاب اللي قرأناها قبل كذا. الآن هو يتكلم عن المقدمة المنطقية، وطبعا هنا في هذه المقدمة كما ذكرت أنه ذكر بعض المسائل التي قد يحتاج إليها. طيب تفضل. قال المصنف: قال المصنف: ومدارك العقول النظرية منحصرة في الحد والبرهان. طيب اسمع، قال المصنف: مدارك العقول يعني ما يدرك بالعقل، ما يدرك بالعقل. منحصرة مدارك العقول، قال النظرية، مدارك يعني ما يدرك من العقول بالنظر. والنظرية ليست في الروضة، لكن على العموم ما يدرك بالعقل من الأمور النظرية يعني التي تحتاج إلى نظر، منحصرة في الحد والبرهان في الأمرين. الحد اكتب عنده التعريف، الحد يعني التعريف، الحدود هي التعريفات. قال: والبرهان، البرهان هو الحجة يعني الأدلة أو الأقيسة، عند المناطق يعتبرونه قياس البرهان. طيب قبل ما نقرأ أريد أن ألخص الموضوع هذا بإيجاز. الأمور العلوم والمعارف نوعان: إما معرفة مفرد أو معرفة نسبة. طيب العلوم على ضربين: إما ذوات مفردة وإما نسبة بين الذوات، إدراك نسبة، إدراك وقوع نسبة بين الذوات المفردة. يعني عندما نقول العالم حادث، ومعنى العالم المقصود ما سوى الله سبحانه وتعالى، ومعنى حادث يعني مخلوق. فلما نقول العالم حادث يعني مخلوق، هنا عندنا أمران. عندنا أول شيء المفردات، إدراك المفردات يعني إدراك العالم ما هو العالم، وإدراك معنى حادث ما هو معنى حادث، وإدراك العلاقة بين العالم حادث، العلاقة بدون إثباتها ولا نفيها، وإنما مجرد فهم ما المقصود بالترابط، إيش الرابط اللي بينهما. يعني هذه راح تكون في العالم حادث ثلاثة أمور، هذه الأمور تسمى تصورات. إذن إدراكي معنى العالم اسمه تصور، إدراك معنى حادث اسمه تصور، إدراك العلاقة التي بين العالم حادث اسمه تصور، ثم إدراك وقوع هذه النسبة يعني وقوع الحدوث من العالم، هذا الذي يسمى التصديق. كلام واضح؟ إذن التصديق هو وقوع النسبة،
والنسبة إما إثبات أو نفي. طيب، بناء على هذا، على التصور والتصديق، التصور إدراك المفردات والتصديق إدراك وقوع النسب، هل يمكن أن تصل إلى التصديق قبل التصور؟ التصديق حكم، هل يمكن أن تصل إلى الحكم، يعني تحكم بأن العالم مخلوق وإنت ما تعرف ما معنى عالم؟ ما أنت متصور عالم ولا أنت متصور مخلوق، ما يمكن. ولهذا قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن أول شيء لابد من معرفة التصورات ثم تصل إلى التصديق. طيب، عندما نقول معرفة التصورات، التصور ما فيه حكم. ما هو العالم؟ العالم ما سوى الله، هذا ما حكم. طيب، حادث يعني مخلوق، هذا معنى الكلمة، ما في حكم. طيب، بناء على هذا نقول كيف أصل إلى التصور؟ هذا هو مهم الآن، هو هذا دور علم المنطق. كيف أعرف، كيف أتصور المفردات؟ ما هي الطريقة لتصور المفردات؟ أنا كتبت مفرد وتحته تصور، كتبت نسبة وتحته تصديق، فهمنا هذا. طيب، المفرد هو التصور، يحتاج إلى التصور، والنسبة وقوع النسبة هو التطبيق. كيف أصل للتصور وكيف أصل للتصديق؟ الوصول للتصور يكون بالحد. إيش الحد؟ التعريفات. إذا كيف أعرف المفردات بالتعريف؟ إذن التعريفات يسمونها الحدود. الحد هو الذي يعرفك، يوصلك إلى التصور. طيب، وكيف أصل للتصديق؟ سنكتب إيش؟ بالبرهان. البرهان هو القياس، الأقيس المنطقي. إذا الآن فهمنا، علم المنطق سيهتم بماذا؟ بهذين الاثنين، بالحد للوصول للتصور، وبالبرهان للوصول إلى التصديق. لو جينا نرتبها ترتيب عقلي، أول خطوة أنا أحتاج للحدود لكي أصل إلى التصورات. بعد ما أتصور المفردات سأنتقل إلى إيش؟ إلى البرهان حتى أثبت التصديقات. أرجو أن يكون الكلام واضح. لهذا قال: ومدارك العقول النظرية منحصرة في الحد اللي هو التعريف للوصول لإيش؟ تصور. والبرهان اللي هو الحجة، البرهان اللي هو حجة للوصول لماذا؟ للوصول للتصديقات. هذا هو. قال: لأن إدراك العلوم على ضربين. الكلام اللي راح يقوله الآن هو خلاصة، أو أنا كلامي خلاصة ما قاله. قال: على ضربين، واحد، هو ما قال واحد بس اكتب واحد، إدراك الذوات المفردة، واكتب جنبها التصور، كالعلم بمعنى العالم، وكالعلم والحادث والقديم. القديم يعني غير مخلوق، والحادث المخلوق، لكن يحتاج إلى تعريف. طيب، والثاني اكتبه عندها اللي هو إيش؟ تصديق. إذن في البداية قال إدراك الذوات المفردة، هذا التصور، ثم قال والثاني اللي هو التصديق، اكتبوا عنده التصديق. إدراك نسبة، اكتبوا عندها إدراك وقوع نسبة، وقوع، لا، إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض، يعني إدراك وقوع، اكتب عندها وقوع حتى لا يحصل لبس، وقوع نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض. الأخضر قال إيش؟ إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، يعني سمي تصديقا. طيب، قال إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيا أو إثباتا. نفيا ألف،
إذن التصديق قد يكون بالنفي وقد يكون بالإثبات، إثباتا بقى. طيب مثال النفي والإثبات، قال كالعالم محدث، هذا نفي ولا إثبات؟ هذا إثبات. والعالم ليس بقديم، هذا نفي، بس هو في الترتيب خالف اللف والنشر المرتب، لأنه قدم نفيا وإثبات، نفيا ثم مثل بالإثبات ثم قال وإثباتا ومثل بالقديم، يعني لف ونشر مشوش. ثم قال فالأول تصور والثاني تصديق، هذا كلام سبق، لكن اكتبوا عند تصور، عند تصور ويسمى معرفة. طبعا الموفق ذكر هذا بتوسع، لكن المصنف هنا اختصر قال تصور، لكن يسمى معرفة وله أسماء أخرى، يسمى معرفة. ليش نقول اكتبوا معرفة؟ لأنه بعد قليل سيأتي المصنف على ذكر التصور وسيذكره بالمعرفة، مع أنه ما تقدم، لم يتقدم ذكر المعرفة في كلام المصنف الملخص. قال والثاني تصديق، اكتب عندها ويسمى علم. إذن إذا قلنا تصور أو معرفة خلاص عرفنا المقصود، وإذا قلنا تصديق أو علم عرفنا المقصود. طبعا عند النحاة التصور يقابل إيش؟ المفرد، والتصديق يقابل الجملة. طيب انتقل المصنف قال ومعرفة المفردات قسمان. المفردات إيش هي مشايخ؟ المفردات إيش هي؟ تصورات، اللي هو التصور. يقول التصور قسمان، أولي ومطلوب. باختصار قبل ما نقرأ نلخصها، أولي المقصود أنه ضروري بدهي لا يحتاج إلى نظر فيسمونه أولي، قال أولي كالضرورات. طيب والتصور الثاني، النسق اسم الثاني من التصورات، ومطلوب يعني نظري، يحتاج إلى نظر، يتوقف على النظر والتأمل. نعيد، قال أولي كالضرورات، كالضروريات، هذا لا يتوقف على النظر. مثل لو قيل في التصور الشيء، ما هو الشيء؟ إذا سمعت كلمة شيء هل تحتاج إلى تعريف عشان تعرف الشيء، ولا خلاص واضح؟ لا واضح، يعتبر ضروري. الموجود خلاص معروف، ما أحتاج إلى نظر وتأمل وتفكير عشان أصل إلى الموجود ما هو. والثاني النظري، المطلوب النظري، هذا يتوقف على النظر. كيف النظر؟ يعني يحتاج إلى تعريف إلى حد. مثل لو قلنا الخمر، الخمر محرمة، طيب ألا يحتاج الإنسان أن يعرف حقيقة الخمر؟ يحتاج تعريف الخمر حتى لا يحرم شيء يشبه الخمر وليس بخمر. فإذا قلنا الخمر محرم، الخمر يحتاج تعريف. طبعا المنطقيون يعرفون الإنسان والحيوان، طيب الحيوان يحتاج تعريف؟ إيه نعم يحتاج تعريف. الإنسان كذلك عرفوه، طبعا يمكن يقول بعض الناس أنا بالنسبة لي واضح كيفه، لكن المهم إنه التصورات إما بدهية تقع ضرورة من غير توقف على نظر، وإما مطلوبة تحتاج إلى نظر. طيب كيف بالنسبة للأولي، كيف سنعرفه؟ قلنا ضروري، ما يحتاج إلى واسطة، ستعرفه ابتداء. النظر هو الذي يحتاج إلى طريقة لمعرفته. ما هي الطريقة؟ كيف يدرك؟ إذن نقول ومطلوب كالنظريات، اكتب عنده ويدرك بالحد، يدرك بالتعريف. إذن عرفنا فائدة التعريف ما هو؟ إدراك إيش؟ التصور النظري. طيب ثم قال والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد، خلاص هو قالها، إذا لا تكتبه ويدرك بالحد. قال والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد، هي معنى ويدرك بالحد. المطلوب من المعرفة، ركزوا معنا، إيش المعرفة؟
احنا قلنا قبل قليل عند كلمة فالأول تصور أن أكتب معرفة لأنه سيأتي بها. طبعا هذا الإيراد ما يرد على روضة الناظر، لأنه لما ذكرها ذكر المعرفة وذكر كل شيء. إذن والمطلوب من المعرفة أكتب المعرفة، اللي عنده في نسخة المعرف أو المعرف أو كذا يصحح المعرفة اللي هو التصور، لا يقتنص إلا بالحد. لاحظوا معايا، لو قلت المعرفة تدرك بالحد أو قلت لا يقتنص إلا بالحد، في فرق بين العبارتين؟ الجواب نعم. يدرك بالحد يعني نعرفه بالحد، لكن ما نفيت طريقة أخرى لإدراكه. لكن لما أقول لا يقتنص إلا بالحد يعني لا يعرف إلا بالحد، هذا حصر، وهذا الحصر فيه نظر، وشيخ الإسلام ابن تيمية ناقش هذا كثيرا، إنه مو صحيح إنه التصور لا يعرف إلا بالحد، قد يعرف بأشياء أخرى، فيقول لا تحصروه في هذا. طيب، ثم قال والمطلوب من العلم، إيش هو العلم الآن؟ سنكتب عندها التصديق، لا يقتنص إلا بالبرهان، البرهان اللي هو الحجة قلنا. إذن التصور نعرفه بالحد، والتصديق نعرفه بالبرهان بالحجة، واضح هذا؟ قال فلذلك قلنا إن مدارك العقول تنحصر فيهما، فيهما يعني في الحد والبرهان، في الحد لمعرفة التصورات والبرهان لمعرفة التصديقات. طبعا نلاحظ هنا إن المصنف ما ذكر الأولي من العلم، يعني التصديق. احنا قلنا قبل قليل أن التصور ينقسم قسمين، ضروري ونظري. ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ونظري يحتاج إلى استدلال، وهو الحد، يعني يحتاج إلى نظر من خلال الحد. طيب، والتصديق كذلك، منه ضروري ومنه نظري. المصنف جاب النظري بس، قال والمطلوب، لأنه قال المطلوب، المطلوب هو النظري، من العلم أي التصديق لا يقتنص إلا بالبرهان. طيب، والأول من التصديق هذا ما يحتاج، يعرف خلاص بسماعه، مثل لو سمعت الثلج بارد أو النار محرقة أو الواحد نصف الاثنين، كل هذا لا يحتاج إلى تأمل. طيب، قال المصنف عليه رحمة الله، أيوه، قال والحد اللفظ الجامع المانع. هذا تعريف للحد، لكلمة الحد. إيش يعني حد؟ إحنا أنا ممكن أسهل أقول لكم الحد التعريفات، خلاص الحد هو التعريف، وهذا يضح يتضح. طيب وش تعريف التعريف؟ ما معنى التعريف؟ قال اللفظ الجامع المانع، اللفظ الذي يجمع أفراد المعرف ويمنع غير الأفراد المعرف في الدخول أو العكس. بمعنى المهم أنه التعريف اللفظ الذي يجمع أفراد المعرف ويخرج ما ليس من أفراد المعرف، هذا يسمى تعريف أو حد. يعني لو قلت مثلا الإنسان هو الحيوان، هو حيوان، هل هذا صحيح؟ هل الإنسان حيوان؟ حيوان يعني كائن حي، هل الإنسان كائن حي؟ الجواب نعم، بس هل هذا يصلح؟ لا، لأنه إذا قلت الإنسان كائن حي سيدخل الفرس ويدخل الحمار وتدخل الزرافة ويدخل الأسد، سيدخل كلها كائنات حية، إذن هذا ليس بجامع مانع لأنه أدخل أشياء أخرى. انتهى الوقت، فنقف هنا عند الحد لنكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.